مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك، والتحية والشكر أيضا موصول كمان لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الأهلي. ما هو الجديد لديك؟ يعني نقدر نقول بقى محمد انتهت خلاص الافراح الخاصه ببطوله السوبر، يعني فرحه كانت كبيره جدا وبطوله كانت مهمه جدا معنويا ونفسيا لكل لعيبه النادي الاهلي وايضا كمان لجمهور النادي الاهلي اللي قدم رساله كبيره جدا ومنتظرين منه كالعاده كل الدعم والمسانده لفريق النادي الاهلي في مشواره هذا الموسم، سواء في البطوله المحليه وايضا كمان في البطوله الافريقيه. زي ما انت ذكرت محمد، يعني من الامارات الى استاد التتش بدون راحه، يمكن الراجل كان مصر بشكل كبير جدا يكون في ريكفري على طول عقب وصول فريق النادي الاهلي هنا الى القاهرة، وبالفعل يمكن أدى هذا الأمر. تدريب كان طبعا كان في يوم راحة، التدريبين أقدر أقول لك تدريبين كانوا مميزين جدا لفريق النادي الأهلي، الجدية واضحة جدا، الرغبة موجودة، الاستمرار على المستوى والأداء الكبير جدا اللي شفناه مع فريق النادي الأهلي في مباراة السوبر، ده اللي بيطالب بيه الحقيقة مستر مارسيل كولر المدير الفني. أكد على أن صعوبة المباريات اللي بتكون بعد مباراة التتويج بتكون صعبة جدا، فمحتاجة مننا التركيز الكبير. الراجل بيأكد في هذا الأمر في كل المحاضرات، وكل لاعبي النادي الأهلي عارفة أهمية هذه المرحلة. أنت عارف يا محمد خلاص أنت هتلعب مباراة ثم يتوقف بطولة الدوري العام، نعمل ان شاء الله باذن الله يكون توقف بنتيجه وباداء مميز جدا زي ما النادي الاهلي الحقيقه بيأدي اداء رائع. مستر كولر 5 من 5 زي ما بنقول، 5 مباريات من 5، ده امر مهم جدا وده يدل على الشغل الكبير اللي بيبذل وعلى الرغبه اللي بتساعد الجهاز الفني. الراجل مميز جدا في قراءاته الفنيه لعيبه النادي الاهلي، اكدنا محمد اكتر من مره ان الموسم ده سيكون موسم مختلف على كل البطولات. الجديه والراحه الكبيره اللي خدها فريق النادي الاهلي والاصرار والتركيز الكبير اللي بنشوفه مدينا الامل ومدينا الانطباع ان النادي الاهلي في كل مباراه هتشوفه زي مباراه السوبر. فان شاء الله بإذن الله مباراة الداخلية زي ما الأداء كان مميز جدا، زي ما التركيز كان من البداية، هتكون مباراة صعبة، الفريق عنده طبعا طموحات وعنده أمور كثيرة جدا، لكن إن شاء الله تكون طموحاتنا أكبر مع الإصابات ومع الغيابات. الحمد لله يمكن من فترة كبيرة محمد، يعني سكواد النادي الأهلي حاجة رائعة ومميزة جدا، أنا بتشوف دكة البدلاء وبتشوف السكواد اللي متواجد في المباراة بيكون في طمأنينة. ديانج موجود، حمدي مش موجود، السلية موجود، كل اللعيبة بتأدي أداء مميز جدا، أكرم مش متواجد، هاني مش متواجد، كريم فؤاد، فيمكن دي طمأنينة كبيرة. لكن يمكن لو بنذكر طبعا الغيابات اللي هتكون غايبة عن مباراة الغد، على رأسها طبعا طاهر محمد طاهر حصوله على الكارت الأحمر، ديانج بالحقيقة بيواصل التأهيل اللي شد فيها الخلفية، رامي ربيعة أيضا كمان بيواصل التأهيل، لكن الجديد طبعا معانا هو معلول ومستر مارسيل كولر وحسين الشحات، الحقيقة يمكن عندهم نزلة برد بعد الوصول هنا إلى القاهرة. فالدكتور طبعا أحمد أبو علو رئيس الجهاز الطبي بيتابع بشكل كبير جدا، غابوا أمس عن التدريب ويمكن غابوا أيضا كمان النهاردة عن تدريب اليوم، فيمكن أنت عارف محمد خلاص يعني تدريبين مش متواجدين، فالكل مش هيكون متواجد في مباراة الغد بالنسبة طبعا للسولية وأيضا كمان حسين الشحات ومعلول. لكن بقيه اللاعبين اداء كان رائع جدا النهارده، كانت القياده الفنيه للكابتن سامي قمصان مع طبعا الجهاز الفني بالكامل. يعني يا رب محمد ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه اللي غايبه يكون في تعويض كبير في التشكيل، في ايضا كمان على دكه البدلاء تكون اللعيبه على قدر المسؤوليه. الرساله الكبيره جدا والمثال اللي احنا بناكد عليه كريم فؤاد وجوده على دكه البدلاء، توفيق ربنا بيكون معاه، بيدي انطباع للجميع ان الفرصه جايه. فان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون كالعاده بتركيز كبير جدا، وثلاث نقاط هيكونوا مهمين قبل توقف الدوري ان شاء الله يا محمد. طيب سؤال اخير يا كريم، الحافلة والفريق اتحرك للسويس ولا لسه شوية موجودين في النادي دلوقتي؟ يعني اقدر اقول لك يا محمد في خلال لحظات بسيطه، يعني من اقل من 10 دقائق ان شاء الله باذن الله تتوجه حافله النادي الاهلي للسويس للاقامه طبعا في المعسكر المغلق او في مقر طبعا النادي الاهلي في السويس. لكن خلاص اقدر اقول لك لحظات بسيطه جدا، الطقس بس في تقلب شويه، فان شاء الله باذن الله بنتمنى وصولنا يكون بسلام وصول حافله النادي الاهلي، لان في بعض الامطار طبعا في بعض المناطق، لكن ان شاء الله باذن الله توصل حافله النادي الاهلي للاستاد لمقر النادي الاهلي في السويس، ومنها ان شاء الله غدا يكون الطقس والمناخ طيب جدا يساعد النادي الاهلي ان شاء الله في مشوار بطوله الدوري العام باذن الله. الزميل العزيز كريم احمد موفد قناة الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، وإن شاء الله الفريق يوصل بسلامة الله إلى السويس في ظل التقلبات الجوية اللي قال عليها كريم، فبالتالي الفريق يتحرك مساء اليوم وإن شاء الله طريق السويس يكون كويس والفريق مبيت هناك في السويس، وغدا المباراة إن شاء الله الساعة 5 في إطار المباريات الجولة الثالثة من الدوري العام.